السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مستشارك الطبي. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن استسقاء المخ. والحقيقة طالما بنقول المخ يبقى الموضوع خطير وموضوع مهم جدا، وبنحتاج لرد على استفسارات وعلى أسئلة وعلى بعض الإجابات عن أسئلة كثيرة بنقولها النهاردة. فيسعدنا ويشرفنا إن احنا يكون معنا النهاردة دكتور علاء رشاد، مدرس جراحة المخ والأعصاب جامعة الأزهر. أهلا بيك يا دكتور علاء، حضرتك مشرفنا النهاردة ومنورنا. تحياتنا وتحيات السادة المشاهدين لحضرتك. الله يخلي، ألف شكر. دكتور علاء، حقيقة يعني استسقاء المخ ده احنا محتاجين نعرف عنه بشكل عام، ايه هو الأول، تعريفه ايه علشان نقدر نوصل للأسباب بتاعته. مرض استسقاء المخ هو مرض ناتج عن تراكم السائل النخاعي في المخ. السائل النخاعي عبارة عن سائل ربنا خلقه له وظائف معينة في المخ، لو زاد هذا السائل عن الحد المسموح به بيعمل مرض استسقاء المخ. وبالتالي زي ما حضرتك عارف ان الجمجمة عبارة عن صندوق مقفول، فأي زيادة في أي مكون ممكن تعمل مشاكل يعني. وهذا المرض اللي هو استسقاء المخ ناتج أو عن تراكم السائل النخاعي بالمخ، وممكن يضغط على المخ ويعمل أعراض معينة اتكلم عليها. تمام. طب هو دكتور ممكن نعرف ايه هو السائل النخاعي ده؟ السائل النخاعي هو عبارة عن سائل له مكونات خاصة جدا، ربنا خالق بمميزات خاصة وله وظائف معينة. تمام. من أهمها أنه يتلقى الصدمات عن المخ، يعني هو عبارة عن مرتبة مائية للمخ والجهاز المركزي بوجه عام. تمام. يقلل الصدمات عند الإصابة، له وظائف غذائية وظائف إخراجية، وله دورة معينة بتبدأ من بطينات المخ وتاخد لفتها بحيث انها تلف على السطح الخارجي للمخ علشان تكمل هذه الوظائف. مش تمام يا دكتور؟ يعني هو السائل ده اللي تقريبا المخ بيبقى محاط بيه او جواه، البطينات دي عبارة عن فراغات داخل المخ نفسه. بطينات ولها اشكال معينة بتتكون من اتنين خارجيين، بطينين خارجيين يليهم بطين ثالث ورابع، وبعد كده بيخرج السائل من بعض الثقوب ليحيط السطح الخارجي للمخ والحبل الشوكي في العمود الفقري. تمام تمام. طب هو يعني هو اسباب الاستسقاء المخ يا دكتور؟ اسباب الاستسقاء كتيره جدا، عشان نقولها بترتيب معين ممكن نفرق ما بين الاسباب في الاطفال والاسباب في كبار السن. تمام تمام. اسباب في الاطفال اشهر سبب اللي هو خلقي، يعني يكون من ضمن مولود بيه، من ضمن حاجه ربنا خلقها في الطفل. تمام. ادى الى تمدد البطينات وزياده السائل مما يترتب عنها بعض الاعراض اللي ممكن نتكلم عليها. في بعض المتلازمات الخلقيه من اشهرهم حاجه اسمها متلازمه كياري، بيبقى معاه هذا الاستسقاء في كيس سحائي في الظهر، في اي مكان في الظهر من اول الفقرات العنقيه الى اسفل الظهر العجوزيه. تمام. في بعض الاسباب الاخرى يكون في ضيق في ممرات هذا السائل النخاعي. في اسباب اخرى ممكن يكون في بعض الاطفال بتتولد قبل الميعاد شويه، ففي بعض الحبيبات اللي هي المسؤوله عن امتصاص هذا السائل بتكون غير ناضجه بالشكل الكامل تؤدي الى تراكم هذا السائل. يكون في ضيق في ممرات السائل، يكون في لا قدر الله ورم ما او نزيف ادى الى انسداد في هذه الممرات كذلك. اشهر الاسباب برضو في السن الكبير شويه هو ما بعد التهابات. يكون شخص جاله التهاب سحائي، التهاب على المخ. يكون بعض الاشخاص جالهم نزيف. نزيف ناتج عن اصابه بالراس، نزيف ناتج عن انفجار ام دم، نزيف ناتج عن ارتفاع ضغط المخ. ممكن برضو كل هذه الاسباب تؤدي الى استسقاء المخ. ده معنى كده يا دكتور ان الحوادث بيبقى ليها دور كبير في الموضوع؟ في بعض النسب ممكن بعض الحوادث تؤدي بس بنسميه استسقاء متاخر شويه، يعني ممكن يجي بعد الحادثه بفتره نتيجه الاصابه المباشره للحبيبات المسؤوله عن امتصاص السائل النخاعي، او زي ما قلت لحضرتك نزيف في مكان معين ادى الى انسداد الممرات بتاع السائل النخاعي، ادت ذلك الى ايه؟ تراكم هذا السائل خلف هذا الانسداد مما يؤدي الى اعراض استسقاء المخ. تمام. يعني لا قدر الله لو حد مثلا في حادث معين ده ممكن يحصل، وارد ان هو يحصل، لكن مش في كل بنسب الحالات اللي بنسب قليله بصراحه، صدمات في الراس بنسب قليله. بنسب قليله وارد بنسب قليله. تمام يا دكتور. طيب يعني حضرتك تفضلت وقلت ان الموضوع بيبقى عند الاطفال
او الصغار وعند الكبار. تمام. اعراضه ايه عند الصغار واعراضه ايه عند الكبار؟ لان الصغير طبعا ممكن يكون ما يقدرش يعبر يعني. تمام. هو زي ما حضرتك عارف برضو الجمجمه في الاطفال تختلف شويه عن بعد سن معين، يعني في اول سنتين تقريبا لسه الجمجمه ما قفلتش، لسه العظم لم يلتحم ببعضه، فلذلك اي تراكم للسائل النخاعي مما يزيد الضغط داخل الجمجمه، وبالتالي هيحصل تمدد في حجم الجمجمه، يبتدي الطفل ممكن يجي بكبر راس. تمام. يعني يجي الطفل بكبر راس. في اعراض اخرى مشهوره جدا اللي هي ظاهره العين او عين غروب الشمس، طفل عينه تسقط زي غروب الشمس بالظبط. ممكن نلاقي جلد الراس رق لدرجه ان الاورده الموجوده تحت الجلد تبان، زائد ان في مكان اللي هو الطري او اللي هو في مقدمه الراس بيتمدد وحجمه يكبر عن الطبيعي، والمفروض عند الولاده بيبقى حجمه 3 أصابع وكل 6 شهور نقل صباع. ففي المرضى دول بالعكس الحجم بيكبر ويحصل فيه انتفاخ، وبالتالي ده من ضمن الحاجات اللي بنفحصها في اطفال لو شاكين فيهم حاجات زي كده يعني. تمام. الموضوع لو تطور لا قدر الله ممكن يبتدي ياثر على درجه الوعي، ممكن نعمل تشنجات، ممكن يبتدي يضغط على حاجات مهمه جدا في المخ من ضمنها العصب البصري، ولو ان النسبه قليله جدا بس ممكن يؤدي الى ان نعمه الابصار تقل مع هؤلاء الاطفال. بعد ما يحصل التحام لعظام الجمجمه وتبتدي الجمجمه تاخد الشكل اللي هو الصندوق المقفول. تمام. بتبتدي الاعراض تختلف شويه، يعني حجم الراس خلاص مش مسموح بيه يكبر، خلاص الدنيا لحمت وخدنا، فبالتالي الضغط بيزيد بنسبه اكبر، يبتدي يدي اعراض اكثر خطوره. تمام. ولا وهي تدهور في درجه الوعي واختلال بعض وظائف المخ اللي ممكن نقول عليها. تمام. طيب بالنسبه للكبار، الكبار يعني هيبقى السن الكبير زيه زي الطفل اللي هو بدات الجمجمه تقفل، اللي هي هيبقى اعراضها اشهر حاجه تدهور درجه الوعي. وتدهور درجه الوعي بيتدرج من اللي هي احنا بنسميه سليبنس او اللي هو نيمان. نيمان، وتبتدي الدرجه تقل تقل لدرجه غيبوبه عميقه. طبعا قبل تدهور درجه الوعي ممكن المريض يشتكي من صداع. صداع. ارتفاع ضغط مخ. تمام. بيكون له مواصفات معينه الاطباء تعرفها، زائد ممكن يكون مع الصداع قيء متكرر، ممكن يكون في تشنجات، زائد تاريخ مرضي زي ما قلت لحضرتك للسبب، يعني يكون عنده تاريخ مرضي لاصابه بالراس، تاريخ مرضي لنزيف سابق، تاريخ مرضي لالتهاب بالخلايا بالمخ او بالتهاب سحائي. تمام يا دكتور. لكن حجم الراس الانسان الكبير يعني ما بيختلفش، ما بيظهرش عليه اي علامات مثلا تقول ان في لا خلاص هي حضرتك عارف ان الجمجمه بتتكون من طبعاً. عظام عظام تلتحم مع بعضها بدرز زي. تمام. زي شكل الاصابع كده بالظبط. تمام. درز في الاطفال بيكون مسموح لهذا الدرج انه يكبر، بحيث ان المخ بينمو لسه في طور النمو، فبالتالي محتاجين الراس تكبر. في الكبار خلاص الدروج ده التحمت. فخلاص الدنيا عادت ما تقفلش، حجم الراس بيكون وصل تقريبا في سن 6-7 سنين للحجم 90% من الحجم اللي هو الانسان البالغ. تمام يا دكتور. طيب تشخيصه بقى ازاي؟ يعني هو مش باين علامات على التشخيص بيبتدئ من الطبيب، ان المريض جاي له بشكوى معينه، حضرتك الشكوى زي ما قلنا ممكن تكون كذا او كذا، فنبتدي الدكتور يشك في ان في مشكله داخل الجمجمه ايا كان سببها، ممكن يكون استسقاء في المخ او شيء اخر، فبالتالي بنحتاج تصوير عشان نبين سبب ارتفاع ضغط المخ الداخلي، ايا كان استسقاء او لا قدر الله اورام او لا قدر الله نزيف ما حجم كبير وبدا يرفع ضغط المخ. تمام. فبالتالي بنعمل تصوير على المخ، يبتدي من الاشعه المقطعيه وبعد كده رنين لو احتاجنا. في الاطفال ممكن الطفل تشخيصه يبتدي من الحمل، يعني دكتور النساء وهو بيعمل سونار للام وهو جنين. ممكن وهو جنين في بطن الام. ممكن السونار او الموجات الصوتيه تبين حجم الراس، ودي من ضمن الحاجات اللي اطباء النساء بيعرفوا بيها سن الطفل، فبالتالي لو حجم الراس كبير عن المعدل الطبيعي وبالتالي عمل فحص لبطينات المخ ممكن الموجات الصوتيه تشخص لنا المرض والجنين لسه في بطن امه. يكتشف المرض وهو لسه يكتشف وهو لسه في رحم.
تمام يا دكتور. طيب يعني هو هل الـ 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 الاستسقاء ده ممكن يحصل يعني في اي وقت طبيعي جدا ولا ليه مقدمات ولا لا؟ ممكن يحصل في اي وقت فجأة. يعني من ضمن الامراض والاسباب الكتير في حاجه اسمها ضيق في قناه معينه كده في المخ رفيع جدا، يكاد حجمها يكون ملي 2 ملي واصله ما بين البطين الثالث والرابع. احيانا بيبقى فيها غشاء رقيق من الولاده ولا واعراض استسقاء المخ، ولا يظهر هذا المرض الا في العشرينات والثلاثينات. فبالتالي يهمنا اكتر الاعراض، شكينا نعمل تصوير نعرف السبب، سبب استسقاء المخ، وبالتالي نتصرف على حسب السبب. تمام. وعلاجاته سهله يا دكتور؟ العلاجات متاحه الحمد لله. الفكره كلها بس ان احنا ما نتاخرش في العلاج. ليس الا برضه التشخيص المبكر بيبقى مهم جدا، لان احنا نقدر طبعا في الاعراض اللي قلنا للساده المشاهدين عليها، سواء طفل حجم الراس بينمو فوق المعدل الطبيعي. المعدل الطبيعي اللي بنقلق منه ان الطفل محيط الراس بتاعه بيزيد عن 1 سم في الاسبوع، ده طفل مفروض طبيب الاطفال يحوله لجراحه الاعصاب لكي نعرف السبب ايه الزياده الغير طبيعيه في حجم الراس. تمام. ايا كان سببها، يعني في اسباب اخرى لكبر حجم الراس غير استسقاء المخ. فواحد سنتي في الاسبوع هذا مؤشر يدل ان المريض ده محتاج جراحه اعصاب، زائد الاعراض اللي قلناها. تمام. اللي هي العين بالشكل المميز بتاعها اللي هي غروب الشمس، النين الاسود ده يسقط على الجفن التحت زي غروب الشمس بالظبط، قيء متكرر، الحته الطريه اللي في مقدمه الراس عند الاطفال دي يكون فيها انتفاخ زايد عن اللزوم، وفي وقت هدوء الطفل، لان مع البكاء والحاجات دي الحجم بيزيد او ضغط المخ يزيد شويه فممكن يحصل فيها انتفاخ. تمام. فده مقبول، انما عند هدوء الطفل ونلاقي فيها انتفاخ او ارتفاع عن حجمها الطبيعي، ده برضو مؤشر يخلينا نلجا للطبيب بحيث ان احنا نشوف ايه السبب وعلى اساسه نعالج. تمام. العلاج يا دكتور بيبقى العلاجات ولا العلاجات في الغالب جراحي. في الغالب جراحي. في بعض الناس ممكن تدي فرصه بمدرات بول لبعض الاطفال في البدايات، لو استسقاء بسيط نسبته بسيطه، مهما كان اي مرض ممكن يكون معدل بسيط متوسط شديد، ففي بعض الاطفال لو الاستسقاء بسيط شويه ممكن ندي ادويه بسيطه كتجربه او نديها لحين اجراء الجراحه، وهي عباره عن مدرات بول. اللي بيعطيها دكتور جراحه الاعصاب وتحت الملاحظه، لان هذه الادويه ممكن تعمل شويه اختلال في املاح الدم فبتحتاج متابعه دقيقه. انما الجراح العلاج اولا واخيرا جراحي. جراحي ازاي بقى دكتور؟ في انا اعرف ان في منظار تقريبا. تمام. هو في نوعين جراحه لاستسقاء المخ، بس مبدئيا لازم نعرف لو في سبب ورم مثلا. اولا نخلي الصمام والمنظار الوقت. انما لو في ورم لا قدر الله سادد ممرات السائل النخاعي، فبنتعامل مع هذا الانسداد سواء ورم او نزيف معين سادد هذا المجرى بنتعامل معاه، وممكن الاستسقاء ده يبقى مؤقت ناتج الانسداد وبعد كده الدنيا بتتحسن بعد الجراحه. في اللي هي الاستسقاء في حد ذاته وليس له سبب اخر مثلا، او للاسف الاستسقاء استمر بعد ما شلنا الورم او شلنا النزيف، ففي علاجين طريقين. انا عندي سائل زياده نحتاج نصرفه عن طريق حاجه اسمها انبوبه رفيعه جدا، هي صمام مخي بيوصل ما بين بطينات المخ وبعض الاماكن، اشهر اماكن لنا هنا اللي هي الوريد ونوصله الى بطين القلب والبروتون، نوصل هذا، والانبوب بتسير تحت الجلد بطريقه معينه، وبيبقى موجود صمام فيما على الراس، هذا الصمام مسؤول عن ان السائل يمشي من المخ او طريقه يبقى من المخ للبروتون، والعكس له طريق واحد، زائد انه بيسرب السائل عند ضغط معين. تمام. وبالتالي الصمام له بعض الدرجات، في درجه منه عاليه ودرجه متوسطه ودرجه وسيطه، درجته او المقاومه بتاعته بسيطه بيسرب سائل زياده. درجه مقاومته عاليه بيسرب سائل خفيف، لان زي ما قلت لحضرتك ممكن الاستسقاء درجاته تختلف، والطبيب هو اللي بيختار طبعا انهي نوع صمام محتاجه. هو يا دكتور اللي انا فهمته كده برضو عشان الساده المشاهدين يعني الموضوع يبقى واضح، يعني هو السائل ده
احنا بنرجعه تاني للجسم اللي ما فيش غنى عنه، ولا ممكن نستغنى عنه لا احنا بنحاول نعمل طريق مغلق عشان الالتهابات. يعني لو في طريق مش مشكلة، وبعض الاحيان يعني بعض الاحيان ممكن ما يكونش متوفر صمام، مش متوفر اي حاجة، في بعض الاحيان ممكن نعمل اسبيريشن او اللي هو شفط للسائل. تمام. بس تحت تعقيم كامل، لان للأسف عدونا في الصمام الالتهاب. تمام. عدونا الالتهاب بيب او التلوث للصمام تلت العيانين بالنسبة ما هو، لو للأسف طريق مش كويس، يعني المريض اللي بيحصل معاه التهاب للأسف الدنيا بتبقى صعبة معاه، وممكن يحتاج مراجعة للصمام مرة واثنين وثلاثة وعشرة للأسف. تمام يا دكتور. يعني هي مفيش أي طريقة نحافظ بيها على التعقيم الكامل؟ طبعا مفيش تعقيم كامل، مفيش 100% طبعًا، يعني طبعًا. لكن أكبر قدر من التعقيم، مفيش طريقة نقدر نعمل بيها كامل؟ ده طبعا اللي هي طريقة الجراحة نفسها، بحيث ان احنا نلتزم بالإجراءات الصحية عند التعقيم، واستخدام الصمام بطرق معينه تكنيكيا احنا بنقلل فرص الالتهاب. تمام. يعني في طبعا بطريقه معينه، احنا مثلا احيانا مع فتح الجلد بنستخدم جوانتي. وعند التعامل مع هذا الصمام نقلع الجوانتي ده خالص لاشتباه انه ملوث، ناخد جوانتي جديد تماما. ونحاول نقلل الايد اللي هتلمس الصمام الجهاز اقل ما يمكن، نحاول انه ما يلمسش الجلد، نحاول نغطي كل الجلد. لو حضرتك عارف احنا في جرح في الراس وفي جرح في البطن تقريبا. تمام. تمام. فبالتالي بنغطي كل ده بحيث ان اقل احتكاك ما بين الجهاز وما بين الجلد، ما بين ايد الاطباء، ما بين التمريض، بحيث ان احنا نقلل فرص الالتهاب، وبرغم ذلك نسب عاليه للاسف. وبالتالي في الطريقه الاخرى اللي هي المنظار. تمام. ميزتها ان ما فيش جسم غريب. الصمام مهما كان جسم غريب قابل للمضاعفات اللي ممكن نتكلم عليها كمان شويه. تمام. المنظار يعني بيغنينا عن ده، هو مجرد ان انا بخش بالمنظار افتح طريق اخر في بطينات المخ لهذا السائل، بحيث انه يسمح ان السائل طريق مروره مقفول من هنا افتح له طريق في الناحيه الثانيه. بس المنظار بيبقى سيف اكتر، يعني امن اكتر، امن واقصر في الوقت. بس هو نسب نجاحه في الاطفال اقل من 6 شهور، يعني قليله شويه. في بعض الدراسات بتوصل 12%، يعني من كل 10 عيانين تقريبا عيان اللي يتحسن مثلا، اللي هو اقل من 6 شهور. ايوه. ما بعد 6 شهور، وبعض الناس تقول لك بعد سنتين، انما احنا خبرتنا بتقول انها بعد 6 شهور التحسن بيوصل لدرجات عاليه جدا، 70-80%. يعني من كل 10 عيانين 7 او 8 عيانين منظار وكفى. تمام. وبنستغني طبعا عن الصمام بمضاعفاته الكتيره يعني. تمام يا دكتور. طيب هي تأخير العلاج، هل يعني لو أخرنا في العلاج ده ليه مضاعفات بقى وليه مشاكل؟ تأخير العلاج هنفرق ما بين الكبار برضو. صحيح. تمام. الكبار ده ارتفاع حرج في ضغط المخ. وعدم التعامل معاه بسرعة وبشكل طارئ ممكن يؤدي إلى الوفاة. ممكن يؤدي إلى الوفاة. الأطفال علشان زي ما قلنا عندهم فرصة ان الجمجمة بتتمدد، وبالتالي الضغط يعني جوه المخ بيبقى ارتفاعه مش حرج زي السن الكبير. تمام. بالتالي بيأثر على المخ وظيفيا، يعني ممكن يأثر على معدل الذكاء، مع معدل نمو الطفل واكتساب المهارات. كل ما نتأخر كل ما بنصرف من رصيد هذا الطفل معدل ذكاء والمهارات اللي هيكتسبها فيما بعد، وبالتالي كده احنا بنخلق انسان معاق شوية. كل ما تتأخر عليه فبالتالي محتاجين تصرف سريع. يعني بيأثر على النمو النمو المهاري والذكاء. طبعا لو الموضوع تطور ووظائف المخ فضلنا نستنزفها زي ما بنقول، ممكن تأثر طبعا على الحركة وعلى الكلام وعلى وعلى وعلى. تمام يا دكتور. وبرضو الكلام ده ليه تأثير على الكبار؟ يعني ممكن يعني مثلا معدل ذكاء الشخص الكبير مثلا لو اصاب بحاجه زي كده ده بيأثر على في بعض انت حضرتك تطرقت لنوع من انواع الامراض، في استسقاء بالمخ بيجي في سن 50-60 سنه. احنا بنسميه استسقاء بالمخ ناتج عن ضغط طبيعي بالمخ. تمام. الباثولوجي او المرض بتاع او طريقه المرض ده مش مفهومه كويس. انما هي بيقال ومع النظريات والابحاث ان بيجي نوبات من ارتفاع ضغط السائل النخاعي بتؤدي زي ما حضرتك بتقول
ديمنشيا او عتة اللي احنا بنسميه عتة، يبتدي معدل الذكاء والذاكرة يقل عند الكبار. ممكن يأثر على طريقة المشي والتحكم في البول، دول اشهر حاجة. طبعا ممكن يأثر على الاعصاب عموما بقى. يعني هم دول اشهر حاجة، هو بنسميهم تراياد او مثلث بيتكون من الديمنشيا او اللي هي العتة، ولها حاجة احنا ده محتاج يأثر الحكم على الامور، بتأثر ده كلمة العتة المقصود بها ذلك. والضلع الثاني اللي هو طريقة المشي، تلاقي المريض بيمشي احنا بنسميها زحف، بيزحف برجله على الارض. والضلع الثالث اللي هو عدم تحكم في البول، فهو ده مميزات هذا المرض. برضو ممكن يتحسن على الصمام، على الصمام. انما الاستسقاء الحاد بالكبار ليس هناك فرصة لتدهور وظائف المخ، لان لو الضغط عالي المخ هيتأذي، وبالتالي ممكن يؤدي لتدهور درجة الوعي. وزي ما قلت لحضرتك، حضرتك قلت ضغط المخ وذكرت كذا يعني تمام مصطلح لضغط المخ، فاحنا عايزين نفرق بقى. يعني ضغط المخ ليه معدل طبعا معين، وده ساعات يعني بيبقى في وقت كتير في صداع بيجي بشكل او باخر، عايزين نفرق بين الصداع العادي والصداع اللي ممكن يجي بسبب ضغط المخ. تمام. حضرتك عارف ان الجمجمه عباره عن صندوق مقفول. تمام. الجمجمه صندوق مقفول موجود فيها مكونات عباره عن المخ او الاعصاب وجه عام، ودم اللي بيغذي هذه الاعصاب، والسائل النخاعي. تمام. والضغط زي قياس ضغط الدم بالظبط، قياس الضغط جوه المخ المفروض معدله من 8 ل 15. تمام. من 8 ل 15 سنتي، حاجه بطريقه معينه كده، يعني هو من 8 ل 15 سنتي ماء عند الاذن، يعني بنقيسه بطريقه معينه كده الضغط. لو زاد عن 15 بيبتدي يحصل اعراض للمريض. ممكن احيانا ال 15 دي تزيد. يعني في جهاز معين يا دكتور لقياس ضغط المخ؟ ولا ده طرق معينه مش جهاز يعني. احنا بنحاول نقيس عن طريق طبعا الاشهر، هو طبعا في طرق اخرى بس الاشهر اللي بنستخدمه اللي هو عباره عن حاجه زي الكانولا كده او الانبوب، وندخل عن طريق الحبل الشوكي او العمود الفقري في المنطقه القطنيه، نخش على السائل وبننيم المريض بطريقه معينه بحيث ان الضغط كله يبقى متساوي من اول المخ الحاد للعمود الفقري، وبنقيسه على زي ما بقول لحضرتك بطريق السائل النخاعي ده يطلع لحد ضغط معين. تمام. بعد كده في المعدل بتاعه من 8 ل 15 ده المعدل الطبيعي بتاعي، زيادته بتعني امراض ما يعني حتى غير الاستسقاء، في بعض الامراض غير الاستسقاء. الصداع طبعا بتاع ارتفاع ضغط المخ مميز بانه صداع في الغالب بيبقى مختلف شويه عن الصداع الطبيعي اللي المريض بيشتكي منه، صداع جديد بشكل جديد، صداع ممكن يكون مش شديد قوي بس مواعيده ملتزم بيها، بيجي اخر الليل او النهار او الصبح بدري، المنطقه دي ممكن يكون مصاحب باحساس بالقيء او قيء، يعني احساس بالقيء او قيء. وممكن مع القيء الصداع يتحسن شويه، ويعني الصداع هيكون اللي هو بتاع ارتفاع ضغط المخ ممكن يكون مصاحب بحاجه عصبيه المريض يجي يشتكي منها، يعني عنده صداع مثلا وعنده ضعف في دراع، عنده صداع والابصار في مشكله، عنده صداع والشم في مشكله، فدي برضو علامه مهمه جدا يعني. تمام. انما احيانا برضو عشان بعض المرات تبقى واخده بالها، الصداع ممكن يكون مخادع حتى للطبيب نفسه. تمام. ما انا كنت هسال حضرتك سؤال، يعني مخادع حتى للطبيب نفسه، سامحني فيه يعني. هو حضرتك لما يجي حد بيشتكي بصداع يعني ممكن يعني اول حاجه تعملها، هفاجئك بكلمه، الصداع اللي بيجي مع اورام المخ، يعني مريض عنده ورم مخ وجاي يشتكي من صداع، بيبقى مميزاته زي مميزات العصب الصداع العصبي تماما. طب امتى بنلجا للفحص او اشك امتى؟ زي ما قلت لحضرتك في حاجات مميزه بنقعد مع كلام مع المريض اكتر عن ميعاده وعن ايه بيزوده وايه بيقلله، تاريخ المرض. تمام كده، ايه بزوده ايه بقلله، مصاحب بقيء ولا لا، في علامات عصبيه معاه تقلف في دراع او. وفي الغالب لو ما فيش، لان بعض الاورام ممكن تيجي في مناطق صامته او ما لهاش تاثيرات عصبيه، تمام، ممكن ندي للمريض ادويه ونشوف الدنيا اخبارها ايه.
مفيش تحسن تصوير في خلال اسبوع. هذا هو النظام المتبع. في امريكا طبعا ما صداع يعني تصوير على طول اول حاجه اول اجراء يعني. طب هو ده ما قلت لك 70% من مرضى اورام المخ بيجي لي بصداع غير مميز. تمام يا دكتور. هو ده اللي بيقولوا عليه الارتفاع الحميد لضغط المخ؟ ده حاجه ثانيه. ده بوجه عام ده ارتفاع ضغط بوجه عام ايا كان السبب. اسباب كتيره جدا. ارتفاع حميد بضغط المخ ده مرض كذلك زي ما قلنا ان في اللي هو الارتفاع او مرض اللي هو استسقاء المخ ناتج عن ضغط طبيعي له مثلث كذلك ده له مثلث او ترياد. تمام. ارتفاع حميد بضغط المخ ده في الغالب بيجي للستات سمر شويه تخان شويه في العشرين في الثلاثين. المريضه تشتكي من صداع مميز بارتفاع ضغط المخ مميز بيزيد شويه اخر الليل زي ما اتفقنا اول النهار مصاحب بضعف في الابصار. والميزه جدا المريض يجي يقول لك كان ستاره بيضه او سوده نزلت على عيني. وحتى له مصطلح اللي هو عمى مؤقت. بتلاقي المريض يقول لك عنده صداع وحصل عمى مؤقت لثواني او للحظات عمى الدنيا اسودت او ابيضت. زائد ضلعين الضلع الثالث اعمل فحص الاقي الاشعه المقطعيه طبيعيه. يعني ما فيش سبب يقول لي ان ضغط المخ عالي. فبالتالي بنلجأ لفحصين. تمام. الفحص الاولاني اللي هو دكتور رمضي يعمل لنا فحص قاعين واثر ارتفاع ضغط المخ على العصب البصري ان الميه بترشح بالبلدي كده يعني بترشح على العصب البصري فيحصل ارتشاح في العصب البصري. زائد احنا لو قسنا الضغط زي ما قلت لحضرتك بنفس الطريقه بحاجه زي الكانولا كده او قسطره نخش على المنطقه القطنيه داخل الـ الكيس اللي فيه السائل النخاعي ونقيس الضغط فبنلاقي ضغط مرتفع. اعلى من 15. تمام. فبالتالي ده الشخص كده ارتفاع حميد في ضغط المخ اثره هو مرض احنا بنسميه سيلف ليميتد او مرض بيتحسن لوحده بس المشكله ان في خلال مرحله او دورته انه ممكن ياخد العصب البصري معاه ياخده ويحصل تدهور في حده الابصار لدرجه فقدان الابصار تماما. والنوع ده قاصر على السيدات فقط يا دكتور ولا ممكن يجي بس الاشهر الاشهر دايما انا بكلمك على الاشهر. شفناه في اطفال بس بنسب ضعيفه شفناه في رجال شفناه بس بنسب ضعيفه. انا بكلمك على المرضى المريض المميز ست 20 30 في فتره اللي احنا بنسميها الانتاجيه بتاعتها واسبابه ممكن اسباب يعني نظريه اكتر من ضمن الحاجات اللي بنشك فيها حبوب منع الحمل تأثر بعض اخذ الفيتامينات زياده عن اللزوم وخاصه فيتامين A برضو متهم. بعض السيدات بيحصل عندهم تجلط في حاجه اسمها الوريد الجيبي مما يؤدي ان الامتصاص السائل يقل فبالتالي برضو يعمل لنا ارتفاع حميد في ضغط المخ. تمام يا دكتور. الحقيقه كان عندنا استفسارات كتيره لكن وقت الحلقه يكاد يكون انتهى يعني فاحنا بنشكر حضرتك على المعلومات القيمه اللي حضرتك اديتها لنا. شكرا. اعزائي المشاهدين في نهايه الحلقه بنتوجه بخالص الشكر للدكتور علاء رشاد مدرس جراحه المخ والاعصاب جامعه الازهر. شكرا جزيلا يا دكتور حضرتك شرفتنا النهارده. والشكر موصول ليكم اعزائي المشاهدين طبتم دائما ودمتم طيبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.